إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في المحاضرة الماضية، بعدما ذكرت شروط الحديث الصحيح وأنها خمسة، وأشرت بيدي هكذا وقلت خمسة في عين العدو، فأرسل لي بعض إخواني من المغرب إنه يعني خمسة في عين العدو دي عندنا في المغرب، وبقول عندنا في المغرب اسمها خمسة وخميسة، يعني ضد السحر أو كده، يعني أي واحد تشعر فيه بالحسد تقول له خمسة وخميسة كده يعني. طبعا ما لم يخطر ببالي هذا المعنى إطلاقا يعني، لكن ليه؟ لأن الكلام كان له سياق، والسياق لم يكن في هذا إطلاقا، لكن كان في شروط الحديث الصحيح الخمسة، فقصدت خمسة في عين الخصوم الإيه؟ خصوم السنة يعني، خمسة في عين العدو، خمسة شروط للحديث الصحيح. من أراد أن يحكم للحديث على الحديث بالصحة فلا بد أن توفي خمسة شروط. والذين تكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لا سيما في صحيح البخاري لا يعرفون شيئا من هذه الشروط الخمسة، ولا يستطيع إذا فتح كتابا من كتب المصطلح أن يفهم كلام أهل العلم في هذا الكتاب. فهذا الذي قصدته، يعني خمسة في عين العدو، يعني خمسة شروط في عين من يتكلم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فقدان التنبيه، يعني الأخ لما أرسل لي هذا التنبيه الحقيقة لم يخطر على بالي هذا المعنى الذي ذكره. نحن ذكرنا في المحاضرات الماضية أن للحديث الصحيح شروطاً خمسة، وهي ثلاثة موجبة وشرطان عدميان بمعنى نفيهما. فشروط الحديث الصحيح: اتصال السند، ده الشرط الأول، عدالة الرواة الشرط الثاني، ضبط الرواة الشرط الثالث، ده الثلاث شروط الموجبة التي يجب أن تتوفر في الحديث. عدم الشذوذ، عدم العلة، ده شرطان سلبيان بمعنى نفيهما، يعني ينبغي أن تنفي الشذوذ وأن تنفي العلة عن الحديث حتى يكون صحيحا. وكنا في الشرط الأول اللي هو اتصال الإسناد، وذكرنا قوادح الاتصال. متى لا يكون السند متصلا؟ إذا كان معلقا، معضلا، منقطعا، مرسلا، مدلسا. إذا واحد من دول وجد يبقى السند منقطع على طول، يبقى السند منقطع. زي ما قلت لكم العلماء كانوا يسمون كل انقطاع، العلماء المتقدمون كانوا يسمون كل انقطاع في الإسناد إرسالا، كما مثلت لكم في المرة الماضية بحديث يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أو لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قلت: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وقال مرسل خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، فده اسم انقطاع على حسب الاصطلاح اللي احنا بندرسه الآن. إذا سقطت واسطة واحدة في أي مكان في الإسناد يبقى اسم انقطاع،
إلا إذا سقط من أوله يبقى اسمه إيه؟ معلق. وإذا سقط من أعلاه يبقى مرسل. وإذا سقط اثنان من أوله معلق ومعضل. وإذا سقط اثنان من أعلاه يبقى مرسل ومعضل. وإذا سقط أي في أي موضع في السند يبقى منقطع. خلاص كده؟ يبقى القادح الخامس وهو المدلس. التدليس ده يعني عايز إيه؟ يعني تديني دماغك قوي، وإذا كنت مشغول بأي حاجة ركز معايا، لأن التدليس أنواع. التدليس أنواع، ممكن يصل إلى ستة أنواع التدليس. لكن إيه معنى التدليس أصلاً؟ إحنا في كلامنا العادي لما نقول فلان مدلس يعني إيه؟ يعني فعل فعلاً معيباً وأراد أن يخفيه، تمام؟ يقول لك فلان ده بيدلس. بيدلس يعني إيه؟ يعني لا يقول الحقيقة، يكذب. وكما قال شعبة رحمة الله عليه: التدليس أخو الكذب. أخو الكذب. أصل الدلس معناه الظلمة أو اختلاط النور بالظلام. أي حد بيحاول يعمل أي حاجة بيعملها في الظلم. إذا أراد أن يفعل عيباً بيعمله بعيداً عن أعين الناس، زي الإثم بالضبط. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرف الإثم قال إيه؟ والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء أردت أن تخفيه عن الناس فأنت تدلس فيه. خلاص؟ يبقى الدلس معناه الظلام. يبقى هناك عيب في الحديث أردت أن تخفيه، فمن فعل ذلك كان مدلسا. خلاص؟ أشهر الأنواع في التدليس حاجة اسمها تدليس الإسناد. ده أول نوع وأشهرها، تدليس الإسناد. تعريفه هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. إزاي؟ هذا المجلس بيحضر فيه مثلاً 100، 1000، 2000، 10,000، وفلان أو أنت مثلاً دائماً تحضر ولا تغيب، دائماً في الصف الأول، فأنت تلميذي وأنت تسمع مني دائماً. ليه؟ لأنك أنت تحضر باستمرار عندي. وإذا أردت أن تحدث عني حديثاً أو رواية ستقول حدثني فلان أنه قال كذا أو حكى كذا، لأن أنت بتسمع مني مباشرةً. فإذا أردت أن تعقد مجلساً في بلدك أو في حيك فبتقول فلان حدثني بكذا وكذا. طيب، عرض لك عارض سفر، سافرت برا فسحة للعلاج لأي حاجة، فتغيبت عن المجلس، غبت درس درسين ثلاثة أربعة، كل درس من هذه الدروس أنا بقول فيها أحاديث أو بحكي فيها حكايات. فأنت لما رجعت من السفر بتاعك وقد فاتك مني مجلس أو اثنين أو ثلاثة، أي عدد يعني، بتيجي تقول لواحد صاحبك قول لي بقى إيه لما أنا غبت قال إيه بقى الشيخ في المجلس؟ فقال والله حكى كذا وكذا وقال كذا وكذا وبتاع والكلام ده. فأنت إذا أردت أن تحكي عني بعض الكلام اللي قلته في المجالس التي غبت أنت عنها، إذا أردت أن تحدث عني
في هذه المجالس هتقول إيه بقى؟ لا بد أن تقول حدثني فلان اللي هو صاحبك، قال حدثني فلان اللي هو أنا الشيخ بقى، خلاص. بعد ما كنت بتقول حدثني أبو إسحاق بتقول حدثني زيد قال حدثني أبو إسحاق، يبقى نزلت أنت درجة ولا ما نزلتش؟ نزلت درجة. كنت أنت الأول بتقول حدثني أبو إسحاق مباشرة، ما فيش بينه وبينك واسطة، فلما أنت غبت هذه المجالس فلا بد أن يحدثك واحد حضر المجالس وأنت ما حضرتهاش، فلا بد أن يكون هذا الفلان واسطة بيني وبينك. في حاجة اسمها العلو في علم الحديث. العلو أنواع، البدل والموافقة، هنيجي عليها إن شاء الله. أشرف أنواع العلو، أشرف أنواع العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أشرف أنواع العلو عموماً، يعني أن تقلل عدد الوسائط بينك وبين صاحب الخبر. ولذلك كان صاحب الإسناد الثلاثي أعلى من صاحب الإسناد الرباعي. فاكرين الكتب الستة؟ وأنا هختبركم بقى. الكتب الستة احنا قلناها هي إيه؟ الصحيحان، البخاري ومسلم، والسنة الأربعة اللي هو أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يبقى السنة الأربعة والصحيحان، يبقى الكتب الإيه؟ الستة. أنا قلت الكتب الستة فيها ثلاث كتب فيها ثلاثيات وثلاث كتب فيها رباعيات. أعلى إسناد في ثلاث كتب إسناد ثلاثي، والثلاث كتب الباقية أعلى إسناد فيها رباعي. وقصدنا بالإسناد الثلاثي أن يكون بينك وبين النبي أو بينك وبين صاحب الخبر كام؟ ثلاثة. إسناد ثلاثي يعني بينك وبين أعلى حد في الإسناد صاحب الخبر يكون ثلاثة. فقلنا ثلاث كتب في الكتب الستة فيها ثلاثيات، أولها البخاري تمام، والترمذي وابن ماجه تمام. الترمذي فيه كم حديث ثلاثي؟ أيوة، واحد واحد تمام. وابن ماجه في تقريبا ثلاثة أحاديث ثلاثية يعني. البخاري في عدة أحاديث ثلاثية، في أكثر من سبعة ثمانية كده. طيب الثلاثيات في الكتب دي الثلاثة دي أني ثلاثيات صحيحة؟ البخاري على طول طبعا. البخاري ليس بعد البخاري للمرء مذهبه يعني، خلاص البخاري حاجة فوق أوي يعني. إنما ثلاثيات ابن ماجه كلها ضعيفة، والحديث الوحيد اللي هو في الترمذي برضو إيه؟ ضعيف. جميل. الكتب الثلاثة الباقية مسلم أبو داود والنسائي أعلى إسناد فيها رباعي، خلاص. طيب الإسناد العالي ميزة كبيرة جدا، كان المحدثون يقتتلون عليه. إذا سمع إسناد رباعي وعرف إنه ممكن يحصله ثلاثي يرحل. يرحل فين بقى؟ في آخر بلاد المسلمين، يبيع الدار والحمار، خلاص، ويروح عشان يحصل إسناد ثلاثي هو عنده رباعي. لأن كل ما تقترب من مصدر الضوء زي ما أنا قلت لك، لا سيما إذا كان المخبر هو النبي عليه الصلاة والسلام، بيبقى شرف. قيل لابن معين رحمة الله عليه في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. برضه هو إيه؟ هو بيموت بيشتهي الإيه؟ بيشتهي الإسناد العالي برضه. فالعلو شرف. كل ما يكونش بينك وبين شيخك واسطة، كل ما يكون أشرف بالنسبة لك. فأنت بقى لما غبت الغيبة بتاعتك ديت ورجعت لقيت أصحابك حصلوا عدة أسانيد وأحاديث وبتاعه، فأنت تريد هذه الأحاديث، فلا بد أن تنزل درجة عشان تحصلها. هتقول حدثني فلان عن أبي إسحاق،
طيب ما دي مش لطيفة برضو، فأنت عايز تعلو لأبي إسحاق على طول كده، فتقوم تعمل إيه؟ تسقط الواسطة، صاحبك الغلبان ده اللي أنت هتوقعه من السند هتسقطه وتطلع لي أنا مباشرة. بس تطلع لي بإيه؟ بعن. لفظة تحمل تحتمل اللقاء، تحتمل اللقاء. أنت عندنا أدوات التحمل، حدثنا وحدثني، أنبأنا وأنبأني، أخبرنا وأخبرني، سمعت وسمعنا، قال لي قال لنا، أي حاجة تقتضي المباشرة، أي صيغة تقتضي المباشرة، أنك سمعت مني مباشرة، دي اسمها أدوات التحمل. وعن وقال وأن، أدي الثلاثة دول. عندما تقول حدثنا، يبقى أنت كنت في جمع كبير زي كده وأنا حدثتكم، لكن أنا وإنت بس بتقول حدثني، الصيغة نفسها صيغة الإخبار بتعرفنا أنت تلقيت هذا لحالك أو مع مجموعة. فوإنت دلوقتي بتستمع مني، أول ما تريد أن تنقل عني خبراً هتقول إيه؟ حدثنا، مش حدثني. لما كن أنا وإنت لوحدنا تقول حدثني، خلاص؟ وكذلك أخبرني، أنبأني، قال لي، سمعت، الحاجة اللي تقتضي أنك أنت مفرد لوحدك كده. الحاجة اللي جاية عن طريق المجموع يبقى أنت سمعتها مع الإيه؟ مع المجموع. طبعاً في اختلافات برضو بين حدثنا وأخبرنا، يعني بعض أهل الحديث قال لك حدثنا في السماع المباشر من لفظ الشيخ، يعني أنا دلوقتي بقول لك خبراً ما فأنت بتحكيه عني، بتقول حدثنا. لكن في حال العرض تقول أخبرنا. بعض أهل الحديث بيفرق، مع أن في النهاية المحصلة أنها ما فيش تفريق، أنبأنا زي أخبرنا زي حدثنا زي سمعت، التي تقتضي أنك أنت إيه؟ تلقيت مني مباشرة. بس بعض أهل الحديث فرق، قال لك إذا قال أخبرنا نقولها في العرض. العرض يعني إيه؟ العرض يعني أنت تقرأ علي وأنا أقر، ها؟ كأن يقول حدثكم فلان بكذا وكذا، أقول نعم. يبقى أنت عرضت علي المروي، الشيء اللي أنت بترويه عرضته علي. أشهر عرض في الدنيا عرض إيه؟ عرض القرآن. هو القرآن مش عرض؟ ها؟ يعني التلميذ بيقرأ على الشيخ والشيخ يقر، أو بيصلح له إذا كان غلطان، يقول لا دي غنة، دي ده مد، ده مش عارف نون ساكنة، ده ميم ساكنة، إلى آخر قواعد التجويد. يعني التلميذ يقرأ على الشيخ، يعني التلميذ يعرض القرآن على الشيخ والشيخ يقره على صحة القراءة. فأشهر عرض في الدنيا هو عرض القرآن، تمام؟ أهل العراق وأهل الحجاز كانوا مختلفين في قصة حدثنا وأخبرنا دي. أهل الحجاز يقول لك ما فيش فرق بين حدثنا وأخبرنا، أهل العراق يقول لك لا في فرق، العرض غير، العرض غير، العرض أقل. فاحتج عليهم مالك بعرض القرآن، قال بعد عرض القرآن أنت عايز حاجة؟ بعد عرض القرآن ليه؟ لأن مالكا ما كان يقرأ الموطأ على أحد خالص. حتى الشافعي رحمة الله عليه لما ذهب إلى مالك ويريد أن يسمع منه الموطأ قال التمس من يقرأ لك، لأن مالكا ما كان يقرأ الموطأ على أحد، إنما كان يعرض، يستخدم العرض. وأعتقد أن استخدامه للعرض كان رداً على أهل العراق الذين كانوا يقولون أن العرض أقل من السماع المباشر. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن العرض ممكن الشيخ يسهو،
يسهو. يعني أنا مثلا في، أنت عارف الجماعة اللي هم حافظين القرآن مية دول، تبص تلاقي التلميذ بيقرأ عليه وبيشخر كده، أول ما الولد يغلط يقوم صاحي على طول. ودي أنا لاحظتها في أقرأ أكثر من واحد من القراءة، أكثر من واحد من القراءة، تبص تلاقيه نايم وأنت تشعر إنه نايم خالص، أول بس ما يغلط غلطة يقوم صاحي يقول له غلط كذا. واخد ده اللي هو إيه القرآن بتاعه مية، يعني اللي هو القرآن بيجري في دمه كده، تمام. فهو كان مالك رحمة الله عليه إنما يستخدم العرض ردا على أهل العراق الذين يقولون السماع أقوى من العرض. وكان إبراهيم بن سعد أحد أئمة المدينة يقول: يا أهل العراق لا تدعون تنطعكم، العرض أقوى من السماع كمان. يعني أنت بتقول العرض أقل، ده هو أقوى كمان. وكما قلت كان يحتجون عليهم بالإيه، كان يحتجون عليهم بعرض الإيه القرآن أو الصك، الصك نفسه، إنما يعرض الصك زي التوكيل والحاجات اللي زي دي يعني، تمام. فدي أدوات التحمل. أنت النهاردة سمعت مني درسا ما أو حديثا ما وعايز تأخذ الكلام بتاعي وتعقد مجلسا في بلدك، لما تحب تستخدم أداة من أدوات التحمل هتقول إيه بقى؟ أي أداة من الأدوات التي تدل على أنك تلقيت مني مباشرة، زي اللي أنا قلتها له: يا حدثني، يا حدثني، يا سمعت، يا أنبأنا، إلى آخره. من أدوات التحمل الثانية بقى التي تحتمل الانقطاع وتحتمل الاتصال عن وقال وأن، عن فلان أنه قال، تحتمل سمعت وتحتمل إيه؟ ما سمعتش، لكن ما تقدرش تكذبه. أنا النهاردة لو قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، استخدمت عن، تمام؟ لكن ما أقدرش أقول حدثني. في بعض الناس اللي الأدباء اللي بيكتبوا التاريخ يقول لك إيه: وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا، يحدثنا يعني في كتابه، فيستخدم كلمة حدثنا، ودي خطيئة عند المحدثين. وأنت ممكن تقرأها لبعض من إيه، من ينسبون يعني بالطريقة الأدبية أخبار التاريخ للمؤرخين، يقول لك ابن جرير يحدثنا ويقول حدث كذا وكذا. طب ابن جرير ده مثلا 310 هجرية أو 309، يا 309 310 يعني، فأنت بينك وبينه مفاوز. هو يقصد يحدثنا يعني في كتابه، أو أخبرنا في كتابه، ودي طبعا غلط عند المحدثين، لأن لفظة حدثنا تقتضي السماع المباشر. فالمدلس اللي هو بقى عايز يوقع صاحبه علشان يعلو بالإسناد يستخدم كلمة عن في أدوات التحمل، فيقول لك فلان عن فلان، خلاص. فهو بقى بدل ما يقول حدثني زيد عن أبي إسحاق، أو حتى حدثني زيد قال حدثني أبو إسحاق، يقول عن أبي إسحاق أنه قال، خلاص. عندي مقبولة عند غير المدلس، إنما المدلس مش مقبولة منه إطلاقا. متى تقبل رواية المدلس؟ إذا قال حدثني، عشان نضمن إنه ما وقعش حد من الإسناد. فكل من اتهم بالتدليس لا تقبل روايته معنعنة، قانون. أي واحد اتهم بالتدليس إذا قال عن وأنت مغمض ترد روايته على طول. وطبعا المدلسون لهم كتب، لأن أنت هتقول طيب أنا أعرف مدلس من غير مدلس إزاي؟ أقول لك في كتب الرجال في ترجمة كل راوي يقول لك مدلس أو لا. والحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه إيه؟ مراتب المدلسين، يعني طبقات أهل التدليس، مقسمها طبقات.
في واحد يدلس وتقبل تدليسه، واحد يدلس ولا تقبل تدليسه. بس أنا هأجل دي شوية، هأجل القصة دي شوية على بس ما إيه نفهم إيه معنى التدليس. يبقى تعالوا بقى نعرف التدليس تاني. التدليس هو أن يروي الراوي اللي هو أنت عن شيخه الذي سمع منه. ما أنت قاعد معايا للنهار، سمعت مني ولا لا؟ سمعت مني ما لم يسمع منه في حال غيبته أو في حال سفره. خلاص، يبقى الأصل إن هذا الراوي سمع من شيخه ولازمه طويلا، لكن غاب عنه مجلسا أو مجلسين أو ثلاثة، فأحب أن يروي الأحاديث التي غابت عنه في حال سفره، فأسقط الواسطة بينه وبين شيخه ورواها بعن. أدي تدليس الإيه؟ الشيوخ. تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، خلاص كده؟ ده أشهر أنواع التدليس قاطبة، زي الأعمش مثلا، زي محمد بن إسحاق، زي سفيان الثوري، زي سفيان بن عيينة. تمام؟ يعني أنتوا تسمعوا أسماء كبيرة جدا ومدلسة، هذه الأسماء يدلسون. فالتدليس عيب في الراوي ولا في المروي؟ في الراوي ولا في المروي؟ طب واحد يقول لي، ها، عيب في المروي، لأن برضو بعض الناس يقول لك إيه، طب إزاي يا أخي مدلس وتقبله وتقبل روايته؟ أقول لك التدليس ليس عيبا في الراوي، إنه عيب في المروي، ولذلك بنقول لك ترد روايته اللي دلس فيها. لكن إذا قال حدثني نقبل روايته على طول، إذا كان عدلا ضابطا حافظا. خلاص كده؟ طبعا إحنا بنقبل رواية المدلس إذا كان عدلا ضابطا، تمت فيه العدالة وتم فيه الضبط. تمام؟ ده شرط قبول المدلس. لكن هو لو ضعيف ومدلس يبقى ضغط على إبالة، منيل بنيلة، يعني منيل ونيلة، ها، يبقى منيل بنيلة، يبقى ما تقبلش روايته حتى لو لم يكن مدلسا لأنه ضعيف. خلاص؟ فهو المدلس الذي تقبل روايته اللي هو الضابط الحافظ، اللي احنا لسه هنيجي على الكلام في العدالة والضبط. يبقى التدليس هو عيب في المروي وليس عيبا في الراوي. طيب، مين الراوي الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالسماع؟ واحد إذا قال عن، زي إذا قال حدثنا. مين؟ لا، أنا عايز أسمع واحد يقول لي اللي جاوب يقوموا ولا عشان أقدر أسمعه. طيب، هذا الراوي هو سفيان بن عيينة الذي إذا قال عن تساوي إذا قال حدثنا. دي فزورة يعني، برضو يعني طلبة الحديث لما يعودوا مع بعض في باب المذاكرة ويقولوا حاجات زي كده تبقى تعتبر كأنها ملح، نوادر كده، أو ألغاز وأحاجي. من الراوي الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالسماع؟ سفيان بن عيينة، الإمام العالم المفرد. مين اللي قال لنا المعلومة ديت؟ محاكم كل، يعني كما قال إذا كنت مدعياً فالدليل، وإذا كنت محتجاً فالصحة. خدها قاعدة كده، خدها قاعدة كده، إذا كنت مدعياً فالدليل، وإذا كنت محتجاً فالصحة. ما تحتجش بحاجة ضعيفة، إذا احتجت بنص لابد أن يكون صحيحاً، وإذا احتجت من أصله لابد أن تكون صاحب دليل. دي قاعدة كده بيقولها العلماء في باب المناظرات. إذا واحد قال معلومة يقولوا جبتها منين؟
المعلومة دي دعوة. رجل بيدعي شيئا، إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت محتجا فالصحة. طيب أنا ادعيت أهو إن سفيان بن عيينة يستوي عنعنته مع تصريحي بالسماع، من ادعى هذا؟ الإمام أبو حاتم ابن حبان في أول صحيحه. ابن حبان له كتاب الصحيح المشهور بصحيح ابن حبان، في المقدمة له مقدمة رائعة جدا اللي هي التي أسس عليها أو تعتبر مفاتيح الصحيح، ذكر المعلومة دي في السكة وهو ماشي، عندما ذكر مدلسين ذكر المعلومة دي، أن سفيان بن عيينة كان إذا دلس يدلس عن ثقة مثل نفسه. تمام؟ فالمدلس اللي زي ابن عيينة يستوي عندي تصريحه بالسماع مع عنعنته سواء. طيب ليه المدلس بيدلس؟ يعني احنا هو ثبت عليه التدليس، طب ليه بيدلس؟ اما انا قلت علة من العلل، اما اراد ان يعلو فاسقط صاحبه اللي هو زيه، تمام، وعلى، واما ان يكون شيخه ضعيفا وهو عايز يمشي الحديث، فإذا حدث عن شيخي الضعيف تقول له لا أقبل الخبر. ليه؟ لأن شيخك ضعيف يسقطه، وخلي الخبر عن الثقة. لأجل هذا رد العلماء خبر المدلس. معلش آسف يعني. فمدلس الإسناد أحياناً يلجأ إذا لم يرد أن يدلس الإسناد يلجأ لنوع تاني من التدليس اسمه تدليس الشيوخ. قلنا تدليس الإسناد خلاص هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه خبراً لم يسمعه منه، إما لعلو أو لضعف الشيخ، ويدلس الإسناد بعن. طب إذا ما كانش عايز يسقطه رغبة في العلو يعمل إيه؟ يلجأ إلى نوع ثاني من التدليس اسمه تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ده نفترض مثلا الراوي اسمه زيد بن علي أبو بسطام مثلا، هو مشهور باسمه
لكن كنيته مش معروف وهو ضعيف، فلو صرح باسم زيد بن علي يقول له لا ده ضعيف، فيكنيه بكنية غريبة فيقول لك حدثني أبو بسطام. أنت بقى ما تعرفش من هو أبو بسطام فتمشي الخبر، تمام؟ طيب افترض أن أنت اكتشفت أبو بسطام ده يطلع مين؟ زيد بن علي، يقول لك إيه؟ أبو إسماعيل. حلني بقى على ما تعرف أبو إسماعيل وتفتش في خلق الله وتعرف من أبو إسماعيل. إذا اكتشفت أنه أبو إسماعيل فلان يقول لك أبو إبراهيم، ها؟ يفضل يلعبك كده. من كان أفعل الناس لهذا؟ كان بقية بن الوليد، كان له شيوخ مجاهيل إذا حدث عن الشيخ المجهول يردون روايته ويكنيه، تمام؟ وأحياناً إذا رويت عن صاحب لك وما أنتش عايز تنزل في الإسناد وتعرف من هو تكنيه بعدة كنى، أو تنسبه إلى جد أعلى، يعني هو مثلاً زي مثلاً البخاري ابن منده قال البخاري مدلس، طبعاً استعظموا جداً منه أن يقول البخاري مدلس، ها؟ لكن في الواقع ابن منده عمل كده ليه؟ أو ليه قال البخاري مدلس؟ لأن البخاري له شيخ اسمه محمد بن يحيى الذهلي، حصل بينه وبين البخاري مشكلة أنا كنت حكيت عليها في أوائل الدروس بتاعتنا دي، لما ولا مانع أن أنا أفكر برضو بعض الجلوس بها اللي ما حضرش هذا المجلس، أنه محمد بن يحيى الذهلي كان أكبر أو من أكبر أشياخ نيسابور، فلما البخاري أراد أن يدخل نيسابور فمحمد بن يحيى الذهلي أكبر شيخ في نيسابور وكان بيحضر له ألوف وكان صاحب حشمة تامة، قال غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل البخاري يعني، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله، معنى شيخ نيسابور حيقابل البخاري يبقى نيسابور كلها تطلع. فخرجت عمائم نيسابور وكانت بالألوف لتستقبل الإمام البخاري في دخوله إلى البلد، ولما دخل البخاري نثرت الحلوى والدنانير على رؤوس الناس ابتهاجاً بدخول البخاري إلى نيسابور. دخل البخاري نيسابور ونزل في دار البخاريين وبدأ ثاني يوم يعقد مجالس التحديث. طبعا البخاري كان نار على العالم يعني، والدنيا كلها بتشتهي أن تسمع من البخاري، وشاعر البلد ما بيسليهاش يعني، ممكن أن أكون أنا أشهر شيخ في البلد هنا وتلاقي الطلبة زاهدين فيا، يقول لك ليه؟ يقول لك ما احنا يعني إذا حبينا نقابله ونروح نقابله ونتغدى معاه كمان، ها؟ وبنقعد معاه وبنطلع البر مع بعض وبتاع والكلام ده، يعني حاجة مش شهوة يعني، أنت راجل غريب وبتاع وأول مرة تشوفه، طب أنت اللي حريص عليه، ودايما كل ما يعني تستطيع الوصول للشيخ بتزهد فيه، تزهد فيه. إمتى تبقى دايما حريص عليه؟ يوم ما تعرفش تتحصله، تبقى دايما بتلتمس اللحظات بقى عشان تستفيد منه وتدون منه وبتاع، لكن طول ما أنت قادر على أنك أنت تروح له وتقعد معه والكلام ده تقوم إيه تزهد فيه لقدرتك على اللقاء. يعني أنا فاكر مرة لما أول مرة أذهب للشيخ الألباني رحمة الله عليه في عمان 1407، وبدأت أحضر المجالس بتاعته، المجالس الخاصة اللي كان بيعقدها في الإيه في البيوت يعني، فكان في واحد كل ما أحضر ألاقين على مرتبة كده نايم وحاطط نايم على داره وحاطط رجل على رجل، ألا
اقول ايه الجدع الغريب ده، ونايم على ظهره كمان وحاط رجل على رجل، وفي مجلس الشيخ الالباني كمان. فقلت مثلا اشوف مين الجريء ده اللي بيحضر ده. لقيته بقى ايه، الرجل اللي بيقضي للشيخ الالباني حاجاته، يبعته للسوق يجيب حاجات من السوق، عايز يصلح حنفيه، عايز مثلا يجيب المقص ويقص الشجر بتاع الجنينه، ها عايز يروي الارض بتاع الجنينه، عايز اي حاجه زي كده. ألا فده طبعا نايم وحاطط رجل على رجل، ليه؟ بيدخل على الشيخ في اي وقت. لكن امثالي من طلبه العلم ما يعرفش يدخل على الشيخ الا اذا اخذ موعدا سابقا. وقد حدث لي شيء غريب في هذه الرحله. كان الشيخ بيصلي في مسجد في حي الفالوجة، لأن الشيخ كان يرى أن الأذان بيؤذن في عمان قبل أذان الفجر، قبل الفجر بربع ساعة. المسجد ده كان بيتأخر تلت ساعة أو نصف ساعة بعد أذان الفجر، فكان الشيخ يأتي من ضاحية هملان الجنوبية بالسيارة عشان يصلي في المسجد ده، على أساس أنه بيأخر نصف ساعة عن الأذان. وكان المكان اللي أنا ساكن فيه كان بجانب هذا المسجد، فكانت فرصة أن أنا بلتقي بالشيخ في صلاة الفجر دائما. ففي يوم من الأيام الشيخ ما جاش، فاستصعبت جدا يمر علي يوم ما استفدش منه. فصاحبي في الرحلة أبو حمزة القيسي جزاه الله خيرا، كان معاه سيارة وكان بيصحبني في ترحالي في هذا في البلد يعني. فقلت له يا أبا حمزة ماذا أفعل؟ ضاع علي يوم من الشيخ، ماذا أفعل؟ هل أذهب للشيخ في بيته؟ قال لي يلا. قلت استشير تلامذة الشيخ القريبين منه، يا جماعة الخير أنا عد علي يوم لم ألتقي فيه بالشيخ، وده يوم رحم رحلتي، فأنا لا أريد أن يضيع علي هذا اليوم، أذهب للشيخ في بيته؟ فكان إجماعهم لا تذهب إلا بموعد سابق. ليه؟ قال مش هيفتح لك الباب إذا ما كانش في موعد، هو لا يأذن لأحد إلا بموعد سابق. فحزنت جدا الحقيقة. فقال لي صاحبي طب ما تيجي نجرب ونروح، يا صابت يا خابت. فخطر ببالي آنذاك وهو بيقول لي الكلمة دي حكاية قرأتها في معجم البلدان بتاع ياقوت الحموي في مادة بوست. معجم البلدان ده بيجيب بلدان الإسلام، أسامي البلدان ويقول لك اسمها كده ليه، ومن كان فيها من الفضلاء فلان وفلان، وموقعها فين وكده يعني. بلد اسمها بوست، اللي منها ابن حبان البوستي، ابن حبان صاحب الصحيح من بوست. فساعات لما واحد وتوثيق ابن حبان ضعيف، يعني لو قال لك وثقه ابن حبان يقول لك لا توثيقه لين ما بنقبلوش، فيوم لو واحد عايز يدلس يقول لك وثقه البوستي. فانت لو مش واخد بالك ان ابن حبان بوستي ينطلي عليك وتقول البوستي ده اكيد عالم واحد غير ابن حبان، فتقوم تقبل توثيقه زي ما الكوثري عمل في راوي ضعيف وثقه ابن حبان، قال وثقه البوستي. أنا أول مرة أرى وثقة البوستي ده، قعدت أدور من البوستي يا ربي ده، وأدور في العلماء من هو البوستي، غلبت ما عرفتش من هو البوستي. مر علي زمان وأنا نفسي أعرف من هو البوستي ده، لحد ما قرأت في الضعيفة بتاع الشيخ الألباني أن البوستي هو ابن حبان، فعرفت أنه ابن حبان. قلت كشفت يا حلو، هتقول لي وثقة البوستي مرة ثانية يبقى أنا كشفت الإيه؟ كشفت الملعوب بتاعك، أو ده تدليس برضه من ضمن التدليس. فقرأت قديما في مادة بوستي دي إن ابن حبان البوستي كان يصحب شيخه ابن خزيمة صاحب الصحيح برضه، وكان ابن حبان ماشي ورا ابن خزيمة بقلم وورقة، كل ما ابن خزيمة ينطق كلمة ابن حبان يكتبها، إحم يكتب إحم، صدقوني كان بيعمل كده ابن حبان، ما كانش يفوت كلمة لابن خزيمة يقولها، واخد بالك؟ فمن كتر ما ورى ابن خزيمة ماشي ورى ابن خزيمة بالقلم والورقة فزهقه، فبيسأله سؤال
فابن خزيمة قال له إيه؟ تنحى عني يا بارد. ها؟ فابن حبان قام كاتبها تنحى عني يا بارد. قال فواحد بيقول له طب أنت كتبتها لي؟ قال له لا أدع كلمة يقولها الشيخ إلا كتبتها. هو ده الطالب المفلح. ليه؟ هناك قاعدة عند علماء الحديث يقول لك إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. إذا كتبت فقمش، قمش يعني اكتب كل حاجة وأي حاجة، أي حاجة إن شاء الله ما يكونش لها لازمة، جايز يبقى لها لازمة في يوم من الأيام، أنت ما أنتش عايزها النهاردة هتحتاجها بكرة. عشان كده الفرق بيننا بين جيلي والجيل الذي سبقني وبين جيل تلامذتنا دلوقتي ايه؟ ان هو لما بيدخل على جوجل بياخد من الكتب اللي هو عايزه بس وينسى الكتاب بعد كده. وذلك تجد طلبة الدكتوراه والماجستير بيحضر احلى رسالة دكتوراه وماجستير وتيجي تسأله بعد شهر فيها ما تلاقيش عارف ولا كلمة. ليه؟ قص والزق. النص اللي هو عايزه دخل على جوجل قصه ولزقه في الرسالة. إحنا لما كنا بنطلب العلم كنا بنقرأ كتاب من الجلدة للجلدة، عايزينه دلوقتي أو مش عايزينه، حفظنا الكتاب، عرفنا كل حاجة في الكتاب، مع إن أنا مش محتاج الكتاب كله دلوقتي لكن أحتاج الكتاب فيما بعد. المعلومات دي محتاجها النهاردة، التانية محتاجها بكرة، التالتة محتاجها بعده، وهكذا. فبيبقى الكتاب كله حاضر في ذهني، منين ما يجي علي معلومة بكون أنا قريتها في كتاب الفلاني. فأي طالب مفلح يتبع هذه القاعدة، إذا كتبت فقمش، قمش يعني أش، خد كل حاجة في أوراقك، وبعدين لما تحب تحدث بقى وتطلع تقول للناس فتش في الكتب بتاعتك، خد الكلام اللي ينفع يتقال وقوله، اللي ما ينفعش يتقال سيبه على جنب، جايز يجي له يوم من الأيام تحتاجه. تمام؟ يبقى القاعدة دي يتبعها كل طالب لا يريد أن يترك شيئاً، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. فلما قال له تنحى عني يا بارد، أنا افتكرت القصة دي في ذلك الوقت، قلت والله أنا أروح للشيخ الألباني وأنخبط على الباب، إذا قال امشي يا بارد والله سأعتبرها من فوائد هذا اليوم، وأبقى أنا زي ابن حبان وحكتبها في جملة رحلتي إن أنا رحت له وقال لي امشي يا بارد. المهم طلعت أنا وصاحبي أبو حمزة ورحنا طرقنا على الباب وأنا قلبي بينتفض، مع أن أنا ما هتبسط لو قال لي امشي يا بارد، هتبسط برضه واعتبرها من فوائد هذا اليوم. سبحان الله، لما طرقنا الباب وردت علينا زوجته أم الفضل، فأبو حمزة قال إن أبو إسحاق الحويني يعني طالب الشيخ يريد أن يلقي الشيخ، فقالت افتحوا الباب وادخلوا في الحديقة. لم أتوقع هذا إطلاقا، ودخلنا وجلسنا. وفي هذا اليوم كان العادة أول ما التقيت بالشيخ الألباني، أول يوم التقيت بالشيخ الألباني وصافحته عانقني. طبعا لا يمكن أنا أبتدأ بعناق الشيخ أبدا، ما أقدرش، كان له هيبة جدا الشيخ الألباني جدا، وكانت نضرة الحديث على وجهه كأنما انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ وعى عني حديثا فرواه، وشه كان منور الحقيقة. فيعني عانقني الشيخ الألباني، لأن حدث بينه وبينه في التليفون في الهاتف قبل أن ألقاه، وكان الشيخ يعني قرأ لي كتابا وهو فصل الخطاب بنقد المغني على حفظ الكتاب، كان نشر لي هذا الكتاب قبل أن ألقى الشيخ، فقرأه وكأن اسمي التصق بذهنه. فالمهم لما قلت له أنا فلان وأتيت مصر، قال نزلت أهلا وحللت سهلا. لم أتصدق أذني يعني عندما قال لي هذا. فأنا عندما هو بادرني بالسلام
قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي ما أحسنت الرد. أنا قلت من أولها كده ما أحسنت الرد، طب إيه اللي أنا عملته؟ ده هو بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أعلم أن السلام انتهى إلى وبركاته، ده اللي أنا أعرفه يعني. كان الشيخ بقى في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث اللي كان طبع أياميها وما كانش نزل مصر عندنا، كان يصحح زيادة ومغفرته في اللي يرد. يعني أنا إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أنت تقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كان الشيخ رحمة الله عليه صحح هذه الزيادة، هي ضعيفة الزيادة دي، وأعتقد أن الشيخ ضعفها في آخر حياته أيضا. المهم قال لي ما أحسنت الرد، قلت له لماذا يا شيخنا؟ قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك غدا. قلت بحثا بيني وبين الألباني؟ ده أنا هروح الصبح. المهم التقيت بالشيخ الألباني، فلما بدأني بالعناق استأنست، يعني شعرت بشيء من الأنس يعني. المهم جلسنا مجلسا حوالي ساعة ونص، ولما خرجنا من المجلس قلت له شيخ أنا طالب علم وأتيت من مصر ولقيت في الطريق مشقة حتى أتيت إليك، فأنا أريد أن تعطيني شيئا أو لازمك فاعتذر. طب اديني ساعة اعتذر، اديني خمس دقائق اعتذر، كل ده لا ليس عندي وقت. طب خمس دقائق أي ليس عندي وقت. كدت أن أبكي، خلاص أنا جاي الأردن ليه؟ للشيخ الألباني، ما ليش شغلانة إلا أني أجل الشيخ. الحقيقة كدت أن أبكي، ويعني أمسكت نفسي بعناء بالغ، رحلتي راحت وعنائي في الطريق ذهب سدى. فقلت له والله يا شيخنا يعني إذا كان الله عز وجل علم أنني ما خرجت من بلدي إلا لرقياك والاستفادة منك سيفتح قلبي لك، وإذا لم يفتح قلبي لك سيفتح قلبك لي، وإذا لم يفتح قلبك لي أنا أعتبر ده نوع من العقوبة لي. وخلاص وانصرفت عن الشيخ وأنا حزين جدا، وجعلت أدعو الله عز وجل أن يفتح لي قلب الشيخ. سبحان الله، ثاني يوم التقينا في صلاة الفجر، فكنت حريصا أن أصلي بجانبه عشان أشوف بيصلي إزاي، عشان برضو إيه يعني إذا كان أنا صلاتي فيها حاجات مخالفة ولا حاجة أترك يعني صلاتي لصلاته. فكنت قديما لما طلعت صف صلاة النبي وقرأتها وقرأت تحريك الإصبع، كنت أحرك إصبعي هكذا كده تمام. فلما صليت جنبه برضو شغال كده، فالشيخ لاحظ إن أنا إيه بعمل كده. فبعد ما خلصنا صلاة قال لي أراك تحرك إصبعك هكذا لماذا؟ قلت له شيخنا أنت اللي علمتنا في كتاب صف صلاة النبي أنه كان يحرك إصبعه. قال هذا ليس تحريك، هذا اسمه خفض ورفع تمام، هذا اسمه خفض ورفع، إنما التحريك هكذا كده، أي تحركها في مكانها، مش تحرك كده، اسمه خفض ورفع بس مش تحريك تمام. فاعتبرت دي فائدة استفدتها منه، قلت خلاص ما مش راضي الدين ولا خمس دقائق حتى. خرجنا من المسجد وبعدين عايز أرجع تاني في الخمس دقائق اللي هو رفض أنه يدهاني، فتبسم لي وقال لعل الله استجاب دعائك. فرحت جدا، قلت طيب يا شيخنا يعني كم تعطيني من الوقت؟ قال دعها تمضي على قدر، سيبها هي وظروفها. قلت طيب كيف؟ قال لي خلاص تجلس بجانبي في السيارة وتسألني وأنا أجيبك. ركبت معه في السيارة ومشى بينا بعد المسجد بحوالي يعني
100 متر 200 متر في وسط المباني، واوقف محرك سياره وقال لي سأل. سالت، بدات معاه بنصف ساعه وانتهت القصه كلها بعد كده بثلاث ساعات، مره مره مره. وكنت دايما اخر السؤال اللي فيه تفصيل اخليه اخر سؤال علشان ايه؟ الف وب وجيم. ما انا اتعلمت بقى، ها، ما يعني برضو الواحد بيستفيد. يعني ما حاكم بيقول لك مره واحد دعا واحد يتغدى عنده، تمام؟ فالمهم اتغدى عنده ولقى بياكل كده، فحب يرد له العزومه. فقال له ايه، ما تقول لنا قصه سيدنا يوسف، ها، ما هو عشان يحكي قصه سيدنا يوسف مش هيتغدى. فبقول له احكي لنا قصه سيدنا يوسف عشان يعني ايه يتلهي في الحكايه وما ياكلش يعني. قال له تهوى له كل، ها، خلص يعني، تهوى له. فكن اي سؤال فيه الف وب وجيم ودال كنت اخليه ايه اخر سؤال. في هذا اليوم اللي انا رحت للشيخ الالباني فيه جلست معه اربع ساعات، تطرق الحديث لأشياء الشيخ رحمة الله عليه فتح لي الباب فيها بغير قصد. لما جلسنا في الحديقة وجاء سلم علينا وراح يجيب لنا الفطار، الإفطار، جاب طبق. طبعا هو جايب الطبق قمت أنا أجري عليه عشان أخذ منه الإيه؟ الطبق، لأنه عيب إن الشيخ يحمل أطباق لنا. فقال لي اجلس يا شيخ، نعيبه ما يصحش. قال لي اجلس. جلست، وضع الطبق على الترابيزة وراح يجيب الطبق الآخر، قمت أجري برضو عليه، قال لي برضو اجلس. المهم عملتها معاه ثلاث مرات، في المرة الثالثة الحقيقة نهرني بشدة وقال قلت لك اجلس. فأنا حصل لي نوع الاندهاش، يعني اتكسفت من نفسي وشعرت بحرج بالغ. المهم وإحنا على الإفطار ما عرفتش أكل، ده أنا لسه شخط فيها من شوية هفطر ازاي يعني. فالمهم كأنه لاحظ هذا فقال لي لعلك اندهشت. قلت له نعم. قال لي عبارة أنا فهمت بها معنى الاتباع اللي كنت بدرسه للناس وما كنتش يعني مدرك لمعانيه كلها أو طعمه، طعم الاتباع. قال لي الامتثال هو الأدب. أنا عرفت إيه معنى الاتباع. الاتباع هو الامتثال. الجماعة الصوفية مثلا لما يقول لك في التشهد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، طب أنت ليه بتسيد النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد؟ وكان الصحابة يقولون كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كما أنه لا يجوز لك أن تزيد في القرآن حرفا، لا يجوز لك أن تزيد في التشهد حرفا. التشهد عندهم كان كالقرآن. فأنت بتقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله والنبي ما قالهاش ولا علمك كده. يقول لك نعم، هو ما علمناش كده بس هنقولها. ليه؟ يقول لك أصلك لم يقلها لنا تواضعا، فاحنا بنقولها تعظيما له، وان لم يقل لنا قولوا سيدنا فاحنا بنقول سيدنا من باب التعظيم. فبنقول له الامتثال هو الادب. عرفت ايه معنى الاتباع بالكلمه دي؟ يعني الامتثال لأمر من يأمرك هو الأدب، وليس ما تظنه أنت أدباً. أنا عندما قمت أظنه من الأدب إن شيخي لا ما يصحش يشيل الطبق ويجيبه لي، أنا لازم أنا أقابله وأخذ منه الطبق. لكن عندما أمرني يجب أن أمتثل إذا كنت مؤدباً. يبقى الأدب هو الامتثال،
اللي هو الاتباع. وحدثني في هذا اليوم بيعني أحاديث لما أردت أن أسجلها أبى علي وقال احتفظ بها في ذهنك، وأنا الحقيقة يعني لا أستطيع، لست في حل أن أقول ما حدثني به في هذا المجلس، لكن استأذنته أن أدونها في ترجمته هو، وأنا عملت ترجمة للشيخ الألباني اسمها بالضبط اسمها الثمر الداني في الذب عن الألباني. كتاب عبارة عن 4 مجلدات، المجلد الأول ترجمة الشيخ الألباني، المجلد الثاني المحاكمة بين الشيخ الألباني وخصومه في مسائل الفقه وأصوله، والمجلد الثالث المحاكمة بين الشيخ الألباني وخصومه في أصول الحديث وفي الأحكام الأحاديث، والمجلد الرابع في الأوهام التي وقعت للشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتبه. فلم أتمم يعني هذا الكتاب، قطعت فيه شوطا طويلا لكنني لم أتمم هذا الكتاب. إيه اللي خلانا نطلع الطلعة الطويلة دي؟ ها؟ كنا نتكلم في إيه؟ تدليس الشيوخ؟ قول ابن حبان ابن عيينة. ايوه عفوا اي صح معلش، انا قلما اسهو يعني، قلما يعني اطلع وما ارجعش، لا بطلع وارجع في العاده يعني. كنت اقول ان ابن منده قال ان البخاري مدلس، وكنت بحكي حكايه محمد بن يحيى الذهلي مع الامام البخاري رحمه الله عليه. البخاري له شيخ اسمه محمد اللي هو الذهلي، محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الذهلي. فالذهلي لما خف في مجلس البخاري، لما خف في مجلس الذهلي شيخ نيسابور والناس كلها أقبلت على البخاري، واللي طلعنا قلت شيخ البلد مسلهاش، مش كده؟ هو ده اللي خلاني أخرج الطلعة الطويلة دي. فخف المجلس من عند الذهلي وراحوا للبخاري، فالبخاري يرى أن محمد بن يحيى الذهلي تكلم في البخاري وحسداً وآخره. فالبخاري إذا روى عن محمد بن يحيى الذهلي يدلس هذا الشيخ، فمرة يقول حدثنا محمد بن خالد، فيقوم يدور مين يا ترى محمد بن خالد، ما يعرفوش محمد بن خالد، أتاري هو الذهلي عزاه لجده، هو اسم محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، قال حدثنا محمد بن خالد، فيوم ما يخطرش على بالك أنت يطلع مين. ومرة يقول حدثنا محمد بن عبد الله، تيجي انت تدور عليه من محمد بن عبد الله ما تعرفوش برضه، حتى يقول حدثنا محمد بن يحيى، ثم انت تعرف ان هو الذهلي. تمام، عشان كده الايه ابن منده قال لك البخاري يدلس. يدلس ليه؟ يعني نسب شيخه الى عده اجداد له غير معروفين، كما كان يفعل ابو بكر الاسماعيلي مع رفيقه ابو احمد الغطريفي، هما الاثنين كانوا اصحاب في جرجان، بل اسمها جرجان يعني. تمام، فكان ينسبه مره لابيه ومره لجده ومره لجده الاعلى، ليه؟ لكونه معه في البلد، فيستثقل يعني ان يقول حدثنا ابو احمد الغطريفي، يبقى يعني الناس يعرفوا انه صاحبه، فيقول حدثنا مثلا محمد ابو احمد ابن كذا، فيقوم على ما انت تكتشف ان هو الغطريفي يكون انا مت وانت مت. ها، ده اسم تدليس الشيوخ. النوع الثاني من التدليس ان يكني او ان يكنى الشيخ بكنى متعدده، كل ما تكتشف كنيه يجيب لك كنيه غيرها. القصد من هذا ان يعمي على الناقد هذا الشيخ بحيث ما يعرفوش. ليه؟ لان الشيخ ده بيبقى ضعيف، او انه صغير، او انه يستقبح ان يروي عن مثله بس محتاج الحديث. هنعمل ايه بقى؟ لازم نروي عنده هو بس مستثقل أن أروي عنه، فأمكنيه بكنية لا تعرف،
وكان كما قلت يفعل هذا بقي ابن الوليد الذي كان له عدة شيوخ مجاهيل يكنيهم بكنى غير معروفة حتى تمضي أحاديثهم. احنا وصلنا لكده لآخر المجلس النهاردة، ولعل يعني التدليس تقيل شوية، لكن في أنواع من التدليس لطيفة جدا وفيها طرافة. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله أن أحيانا الله تبارك تعالى هنحاول أن نتمم بحث التدليس. وبكده بأي انتهينا من الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال الإسناد. بعد كده إن شاء الله هندخل في محاضرة أو اثنين من المحاضرات الإيمانية التي تتعلق بمعاني الإيمان، وبمناسبة دخول رمضان يعني إن شاء الله، وعلم الحديث برضو قبل أن ندخل إلى رمضان هندي فيه محاضرة أو اثنين بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.